سيد على جيدة هذه البطولة ومبروك يا أخوي صالح المركز الأول وطبعا يعني رقته من أهم الراليات بالنسبة لي أنا الحمد لله يعني كل سنة تكون صعبة بالنسبة لنا لكن الحمد لله دائما الحضور موجود و والمنافسة موجودة مفتوحة يعني مثل ما شفتوا أمس كانت المنافسة قوية بيني وبين كريس وعبد العزيز وخالد لكن طبعا كريس عنده تقريبا حادث بسيط يعني لأن لأول مرة يشارك في هذا الرالي رالي صعب بالنسبة له لكن طبعا الحمد لله يعني مثل ما عودناكم على هذا الفوز بهذا الرالي وهذا شيء يعني أنا أفتخر فيه 15 مرة فزت برالي بلادي وإن شاء الله يعني السنة هذه تكون سنة خير إن شاء الله على الجميع ونشوف يعني وجوه جديدة سمعنا أن حمد الوهيبي من عمان راح يرجع والشباب يعني لكن للأسف يعني رالي عمان راح يتأجل لشهر نوفمبر طبعا الحين راح يكون عندنا فترة طويلة 4 شهور لكن طبعا أنا راح أستقل للوضع هذا راح أكون موجود في إسبانيا عندي 3 راليات محلية ربط وأكيد يعني هذا بيساعدني على استمرارية تحسين المستوى. I think 27 minutes, 28 minutes, because you won 3 rallies with Yazid, and this is, I think, also a milestone. No, only Qatar, I think, yeah, Qatar, 5 or 6, yeah, 6. Anyway, but each time, yes, it's a great challenging, and especially this year with the high level driver was there, especially this week. But one good, of course, everybody to work and everybody was fighting. Of course, a nice event.